كان في ايسلندا وخدنا فيها السادس. اول ايسلندا كان خدنا فيها السادس، ولعبنا 97 في اليابان خدنا السادس، و 99 في مصر خدنا السابع، وكنا طلعنا المربع مع زوران في 2001 في فرنسا. يعني فتره قصيره يعني فعلا. انا على فكره الراجل حسن مصطفى ده، كابتن حسن مصطفى، راجل فعلا ليجند، اسطوره. ليه؟ لان هو راجل فكر ازاي النهارده ان انا عندي لعبه، ازاي اجيب واحد اطورها، ازاي انا احط قوانين خاصه عشان اقدر ان انا اطور اللعبه. انا فاكر ان هو خلى اللشوه للجول بجونين، صح؟ وربط النتائج الفريق الاول بالفريق اللي تحت بالمرتبط، علشان وجه في مره كمان عشان يشجع الانديه ان هي تدور تحت في الناشئين. يعني انا فاكر كان معايا في مدرسه المقاولين كان في بيجيبوا لعيبه شول كتير، شول علشان الجول بجونين من 190 والاطول من 190. عمل حاجات استثنائيه عشان يطور اللعبه، تطوير الهاندبول. والراجل اسمه ايه؟ تيدمان. اسمه تيدمان. بول تيدمان. تيدمان ده كان راجل عظيم جدا، لانه راجل زرع هو اللي زرع البذره الناحيه النفسيه، روح البطوله. وبرضه من الناس اللي عملوا شغل جامد جدا كابتن شمس. كابتن جمال شمس الله يرحمه. كابتن جمال شمس الله يرحمه. كان ساعتها بقى كابتن جمال شمس مدرب منتخب الشباب، صح؟ مدرب منتخب الشباب، هو اللي خد معانا كاس عالم. هو خد كاس عالم، بعد كده بقى ايه ابتدوا يخشوا في مرحله تطوير المدربين. واهتمام بكره اليد. انا بقى عن نفسي بجد يجي لنا في الكوره واحد زي حسن مصطفى، راجل يكون عنده فيجن، ويكون راجل كده وطني وعنده فيجن، ويشتغل ويطور ويبتدي يشوف ايه اللي هو ممكن يعمله عشان يطور المدربين. لكن للاسف الموضوع عندنا يعني معقد بعض الشيء. لكن فعلا حسن مصطفى يعتبر راجل اسطوره. لما تيجي تبص على تاريخ كره الهاندبول هتلاقي ان اللي عمل تاريخ الهاندبول في كره القدم او كره اليد الحديثه هو حسن مصطفى. هو حسن مصطفى والراجل تيدمان ده. باول تيدمان هو اللي زرع البذره الناحيه الفنيه. أيوة. وابتدى يطور المدربين. ايوه. رايك في ماتش النهارده؟ النهارده مصر بدات قدام تشيلي، الناس كلها قالت ان هي تعتبر مباراه متترلجه، عارفين ان مقدونيا دخلت مكان تشيك ريبوبليك او مكان منتخب التشيك. رايك كيف الاداء المنتخب؟ لا، بالنسبه للنهارده للمنتخب كتجربه كبدايه كاس عالم كستارت هايل، مفيش مشاكل خالص. المدرب الاسباني بدا ولعب بمجموعه كويسه، ثبت التشكيل في اول شوط، قدر ياخد الماتش. بعد ما خد الماتش ابتدى يجرب الناس التانية كلها، ودخل كل اللعيبه اللي معاه في اجواء المباراه. فدي حاجه كويسه جدا، ان هو يعني فريق تشيك ما يعني تشيلي ما يعتبرش ان المنافس بس حاجه كستارت ككويسه. ان احنا عندنا الماتش اللي جاي مقدونيا، ان هي دخلت بدل تشيك. مقدونيا اجمل من تشيك؟ اجمل من تشيك. بس هي دخلت عشان تشيك عندهم حالات نسبه كورونا. عاليه من حالات الكورونا. تشيك وامريكا بس كويس ان احنا هنلاعب مقدونيا. ليه بقى؟ ليه نلعب مقدونيا؟ مقدونيا لعبها نفس لعب بيلاروسيا، نفس لعب سلوفينيا، نفس لعب روسيا. هم المجموعه دي كلهم محترفين في اوروبا، دي وبيلعبوا سكتنا وبيلعبوا كلهم بطريقه واحده. فاحنا لما نلعب مع مقدونيا بالطريقه ونعرف طريقتهم بيلعبوا ازاي، هنخش على المجموعه الثانيه هنعرف نتجاوز معاها. وطبعا مدرب منتخب مصر الراجل كان بيدرب فريق مقدوني، يعني فهو عارفهم كويس وعارف طريقه لعبهم كويس. وهم ابطال، يعني عندهم انديه جامده جدا، عندهم ناديين ثلاثه بينافسوا في اوروبا وبيلعبوا، عندهم نتائج كويسه جدا. وكلهم يعني قريبين من بعض في اللعب، وكلهم محترفين في اوروبا. يعني بتعتمد على الدفاع وسرعه في الهجوم الخاطف. لا لا لا، يعني مدرسه واحده كلهم، من مقدونيا وسلوفينيا وبيلاروسيا وروسيا، كلهم مدرسه واحده. فكويس احنا كمان ما عملناش اعداد كويس للفريق. احنا لعبنا، رحنا لعبنا البحرين، ورحنا لعبنا جينا هنا اليابان، لعبنا اليابان، بس الاثنين اسيا. انا عاوز العب اوروبا، ان انا هوصل في النهائي هلاعب فريق اوروبا. يعني احنا بالنسبه لنا تدريج المباراه يعتبر تدريج جيد جدا، تدريج جيد جدا. التشيلي ومقدونيا والسويد، عشان بعد كده ان شاء الله نقدر ان احنا نتاهل. بقول للساده المشاهدين ان احنا بنتاهل ثلاث فرق من المجموعه دي، بعد كده بنخش بقى بيبقوا المجموعه ست فرق، يتاهل منها ايه؟ فرقتين. فهو مهم جدا انت هتمشي في اي طريق. بنتأهل من مجموعه ثلاث فرق. بيخش مع الثلاث فرق المجاوره اليوم، يبقى ست فرق. ست فرق في اربعه يبقى 24. الثلاث فرق دول بيلعبوا الثلاث فرق الناحيه الثانيه، بس اللي يخش بالنقاط اعلى هو اللي ايه الحظ الاحسن. فهياخدوا ست فرق. يعني الدور الثاني، الدور الثاني هو النار. الدور الثاني هو النار. انت مطمن؟ مطمن لما من اداء المنتخب ان احنا نوصل فين؟ انا مطمن من اداء المنتخب ان احنا نوصل، هنعدي دور الثمانيه ان شاء الله. بعد دور الثمانيه هنعدي دور الثمانيه ان شاء الله، يعني نوصل للسيمي فاينل. معظم الفرق في لعيبه اعتذرت، وفي لعيبه عندهم كورونا.
فكل كل الفرق الموجوده دلوقتي 32 فرقه، والحدث ده اول مره يحصل 32 فرقه ومصر تشيل البطوله تنظيم بطوله. هو اول مره واخر مره على فكره؟ لا احنا نظمناها قبل كده مرتين، مره لا للشباب. لا انت مش قصدي اول مره تبقى 32 فرقه واخر مره. لا والله خلاص مش هيخلوها 32 تاني. ما افتكرش والله. اسمع شفت بقى انا عارف حاجات هتتعمل على بلدين بعد كده. اسمع كلامي. زي النسخه اللي فاتت بتاع كاس انا عارف. انا انا اللي يعني اللي انا عرفته، واكدوا لي الكلام اللي انا بقوله صح ولا انا بقول اي كلام، لكن انا اللي عرفته إن 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 دي أول بطولة تبقى 32 فرقة وآخر بطولة، خلاص مش هتبقى 32 فرقة تاني. طب دي هتتكتب حظنا حلو. هتتكتب باسم المصريين طبعا. وطبعا في افتتاح عظيم والرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني حاجة تشرف النهارده. طبعا في اهتمام كبير جدا من مسؤولي الدولة. حاجة تشرف، بس كان نفسي كان الجمهور بس هو اللي يبقى موجود. طبعا. كان فاكر بطولة، كان في بطولة زمان في التسعينات 99 بتهيألي لما كانت في مصر صح؟ 93 لا و99 99 93 شباب. لا 99 في مصر دي انا حضرتها. 99 انا دي بقى كنت بروح الملعب على طول الصاله المغطاه، كان الجمهور بيملى الملعب. كان الجمهور، وبعدين احنا عندنا الجمهور المصري حاجه جميله يعني الناس بتحب